سليمان محمد عبد الحميد خاطر، ابن قرية أكياد مركز فقوس محافظة الشرقية، أحد عناصر الأمن المركزي الذي كان يؤدي مدة تجنيده على الحدود المصرية مع إسرائيل، عندما قتل 7 إسرائيليين يحاولون التعدي على نقطة حدوده في 5 أكتوبر 1985. سليمان أخوي الصغير وآخر واحد فينا، هو أنا أخوي الكبير عبد الحميد وبنتين، من ابتدائي وطالع لنا هنا في كياد وفي بحر البجر، وآخر حاجة لما راح الجيش. سليمان دخل الجيش كان في مكان على الحدود الإسرائيلية. سليمان خلص خدمته العسكرية تماما، كانت آخر خدمة عسكرية في جيشه كله. يعني النهاردة هيمسك كان سليمان حكمدار الخدمة. فجم الإسرائيليين طبعا نزلوا من عربية ميكروباص، كان فيهم شيلح رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا أياميها، حبوا يطلعوا عشان يشوفوا منظر البحر ويشوفوا بالمرة الموقع العسكري بتاع سليمان فيه ايه وضعه ايه. طبعا سليمان قعد يحذرهم ممنوع المرور، انجليزي وعربي وبتاع، ما امتثلوش لأوامره وتفولوا على العلم وشتموا الرئيس الجمهورية وشتموا مصر. طبعا سليمان خارج الصبح وخايف على خدمته وخايف على بلده وخايف على أسرار المكان اللي هو بيحرسه، أطلق النار موت 7. بعد هذه القصة الوطنية الخالصة تصورنا التكريم أو الأوسمة في انتظار سليمان خاطر، لكن الصدمة كانت من تنتظره وتنتظر أهله وأقاربه وأصدقائه. خدوه سجن فنارة الحرب. تعرف حضرتك سليمان خاطر اللي أدى واجبه اللي الجيش المصري قال عليه بالظبط، حطوه مع الهاربين من الخدمة العسكرية واتحكم عليه ب25 سنة. قال لهم كنتوا قولولنا، وهو بيتحكم كنتوا قولولنا واحنا نسيب لهم الحدود، لما في بينكم اتفاقيات بتقول ان اي واحد اسرائيلي يخش اي موقع عسكري قولولنا. بعد كل ذلك تقبل الاهل قضاء الله وقدره بمحاكمة سليمان الابن الوفي والوطني في نظر الجميع، لكن ما لم يتخيلوه هو وفاة ابنهم البطل في سجنه بداعي الانتحار. تاني يوم بنشوف ماتش المنصورة، لقينا ايه خبر الرسالة اتقطع وقالوا ان سليمان خاطر انتحر في سجنه. اولا سليمان صوابعه مكسرة، في حاجة خط كده، سألنا فيما بعد كده قال لك ان الجهاز ده الخط اللي في رقبته ده طريقة الاغتيالات بتاعت المسائل اللي بنفذها المسائل الإسرائيلي. طبعا سليمان كان في وضع القرفصاء، اكيد اللي بنتحر بيكون لسانه طالع لبره، عينيه بارزة، في هالة زرقاء حوالين عينيه، جسمه مستقيم، حاجات زي كده، ما يكونش مقرفص يعني، ما يكونش في اثار ضرب في جناب سليمان من هنا ومن هنا. اولا الحمد لله احنا ما بنبصش للنواحي الماديه خالص، بس لو اعتبرنا ان سليمان كان واقف في بلكونه، واخد بال حضرتك، اصيب في مظاهرات 25 يناير وما شاركش في البتاع وطلع له معاش. ام سليمان اللي راقده زي ما حضراتكم صورتوها وشفتوها، نفسنا نقول لها ان الرئيس مبارك اللي عددت عليه طول عمرها تنحى عن الحق. يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي. اللي يحب سلاحه يحب وطنه، واللي يهمل سلاحه يهمل وطنه.
وانا حفظت رقم سلاحي لاني بحبه زي كلمة مصر تمام. ان هذا الحكم هو حكم ضد مصر لاني جندي مصري ادى واجبه. بهذه الكلمات ودع سليمان خاطر اهله ووطنه، لكن سليمان خاطر ابن الشرقية سيظل في قلوب اهله واهل قريته، بل وفي قلب كل مصري.